ميسان، مساحتنا الأخيرة كمان رح نبقى بعالم الطفل، ولكن من ناحية الصحة الجسدية فكتير من الأمهات يمكن بيشوفوا أنه لما بيكون الولد وزنه زايد شوي أو مثل ما منقول ميسان كربوش عالجعوش فأنه هو بالصحة كتير منيحة، وأوقات بيبالغوا يمكن بهذا الشيء لدرجة أنه يوصل وزن زائد بضر ما بينفع. فكيف فينا نحن نحصل على القيمة الغذائية الصح بدون ما نحن نلجأ لوزن زائد ونفوت بهي المتاهة ميسان يلي يمكن أضرار كتير كبيرة؟ رح نعرف هذا الشيء بالتفصيل مع اختصاصية الصحة العلاجية الدكتور نور من عسترلي. صباح الخير يا نور، صباح عند عليك. ميرسي، شكرا. صباح عليكم مجرور بشوية نوال. نور نور، وقت يمكن مثل ما قالت فرحك بيكون عندنا بيبي صغير جاي على العائلة اهتموا فيه، عجعجو طعموه حرام عم تجوعوه، هي كلمة انه جوعتوه للولد. صح. قديش يمكن في تفاصيل صغيرة بتبلش معنا من وقت ما بيكون الطفل رضيع عند الأهل، هي بتسبب هي مشكلة الوزن الزائد يلي بتصير مشكلة حقيقية بعد فترة، وما بتكون انه هو والله وزن بيكون انه هو بصحة جيدة. هلا اول شيء بدي اقول احصائية عالمية، طبعا هي بناء على حكي ال WHO اللي هي منظمة الصحة العالمية، اوجدت انه 40 مليون طفل حول العالم عمرهم تحت الخمس سنين بيعانوا من السمنه الزائده. فتخيلي الرقم قديش كبير. كبير، وحوالي 1.9 بليون شخص حول العالم بيعانوا من السمنه، مو شرط اطفال، هن من جميع الاعمار. فتخيلي قديه صار هذا المرض، فينا نقول انه منتشر حول العالم وعم يسبب، هو صار رقم خمسه. يعني نحن عنا عدة أسباب للموت أو سرعة الموت، هو يعتبر صنفوه رقم خمسة بالعالم بنسبة الوفيات. لأي حد هو خطير 100%. فكيف على الأطفال؟ يعني نحن الكبار أوقات ما بنقدر نسيطر على حالنا ونعمل كنترول وناكل هي ولا ناكل هي، فكيف الطفل؟ كلياتنا مثل ما قلتي المنتاليتي تبعنا وعقليتنا أنه قد ما طعمينا للولد فهو حيطلع عجعوج وكربوش وشوف خدوده ما أحلى هون وكذا. والمناعة مفروض بقصة أنه هو عنده مناعة كتير كبيرة وجسمه صحي وإلى آخره. نور، الوزن ممكن يكون دليل على صحة جسدية للطفل ولا ما له؟ ابدا ابدا. الوزن اوقات بنشوف عالم كثير عندهم زياده وزن، بس اذا بنعمل لهم تحاليل بيطلع عندهم كثير مشاكل صحيه. الوزن بدنا نفصله تماما عن الحاله العلاجيه والصحيه. نحن اللي بنحسه بجسمنا ما بنعرف فيه، يعني بنحسه عن طريق اشارات او يعني اذا وجعنا راسنا نحن بنطنش، لمجرد انه وجع راس بنطنش على هذا العارض. تمام. فهذا الشيء بيتراكم مع الايام وبيتفاقم وبصير عنا على شكل مرض. نفس الشيء الاطفال، بناء على التسارع اللي عم نمرق فيه، على التكنولوجيا اللي عم نمرق فيها، بتشوفي كل الاطفال هلا على بلاي ستيشن او على الموبايلات عم يلعبوا. اللايف ستايل والنظام الخاطئ اللي عم نعيشه ضمن بيوتنا، الجينات كمان حتى تغيرت عند الاطفال، يعني كل عم تشوفي الاجيال الجديده عم تخلق معاها امراض ما كانت موجوده من قبل. الشيء الوراثي اكيد بيلعب دور بزياده الوزن، بس اهم عامل لزياده الوزن من وقت ما بيكون اول ما يولد الطفل اكيد هي الام. الام هي اول عامل لزيادة وزن طفلة. ليه؟ لأنه كل ما بكي بدها ترضع، كل ما بكي بدها تسكت. حليب صناعي تبعونه هو كمان كثير عم يعمل سمنة مفرطة عند الأطفال، الأمهات ما بترضع أولادها. صح، بس هي ليه؟ لأنه بدها تخلص من صوته. صح. بدها تخلص أنه عم تلهي عن شيء. شو ما بكي ما بنسأل أنه هذا الولد ليه عم يبكي، لا أكيد جوعان، هي كلمة أكيد جوعان أكيد لازم ننسفها من قاموسنا. ما بصير أنه نحن يعني ننسى باقي الأشياء ونركز أنه أكيد جوعان، لانه نحن وفي يعني سيدات بتغلط كثير، ببلشوا انه يعطوا الطفل حليب صناعي او بودره تماما تحت الست شهور، وبيعطون كمان اغذيه. هو نحن ما بصير نفوت الاغذيه والاطعمه على معده طفلنا لبعد الست شهور، لانه الصغابات المعويه بيتغير شكلها، اذا تغير شكلها بصير عندنا امراض مثل سوء امتصاص ومشاكل هضميه عند الطفل. فنحن بدنا ننتبه انه اول ست شهور تكون رضاعه طبيعيه، بعد الست شهور بدنا نحاول انه ندخل ننوع، كمان بدنا نحاول نخليه ياكل يدوق كل شيء، انواع يعني حلو المالح الحامض كل انواع كميات متوازنه يمكن. تماما، مو انه مثلا البيبي مثلا ما حب هي الطعمه لا خلص معناتها انا خضره مع الطعمي، لا غصبا عنه بدي طعمي. يعني دائما عنا 10 مرات لكل شيء،
أول مرة ما حب الأكل، ثاني مرة ما حيحبه، ثالث مرة شوي شوي بده يتأقلم، عاشر مرة قولا واحدا إذا ما في غير نوع بده ياكل هذا النوع. نور، شهية الأطفال أوقات بتلعب دور يمكن بوزن الطفل، صح. حتى الحركة، ولد بتلاقي بياكل كثير بس بيحرق كثير ما بيكسب هذا الوزن، صح. كيف الأم فيها تقول اليوم أنا لازم أعمل ستوب ودير بالي على وزن ابني؟ فتنا يمكن مرحلة الخطر، ممكن هذا الشيء يكمل معه لبعدين، كيف فيها تشوف مؤشرات إنه هي لازم توقف؟ هلا دائما نحن عندنا هي جداول موجودة، أي شخص بيقدر يفوت على الإنترنت ويطالع الجداول يلي نسبة الطول مع الوزن للأطفال، دائما بده يقيس على أساسها. يعني أنا مثلا عمر ابني 7 سنين، أوكي قد لازم يكون طوله الرينج تبع وزنه؟ أنا ابني بهذا الحد أنا بالسليم، فوق الحد لازم اعمل كنترول. بس غالبا الاهل ما بينتبهوا، شو بيقولوا؟ انه هي الصحه بس يكبر ويطول بتروح. هذا شيء كثير غلط، لانه نحن ما في شيء، جسم الطفل قادر ليخزن الخلايا الدهنيه اكثر من الشخص الكبير. فلهيك انه الدهون اللي بيكتسبها على صغر كثير صعب انه يتخلص منها على كبر. ونحن عندنا شيء اسمه الدهون الحشويه، هي الدهون الحشويه ممكن تتراكم على الكبد، ممكن تتراكم على القلب، لبعدين ممكن تعمل لنا تشحمات ومشاكل كثير خطيره. فهون هن الأهل ما بيكونوا منتبهين لهذا الشيء، بس هو شوي شوي ومرة على مرة وكيلو على كيلو زيادة، يعني أكيد حتتراكم على الكبد وقلب الطفل وتعملنا مخاطر لبعدين. يعني نور عم نشوف آخر فترة فرق، إذا عم تشوفي قديش مزداد سكري الأطفال، صح. وقديش الأمراض كلياتها كمان مزداد كوليسترول عند الأطفال، يعني كتير شيء غريب إنه عمر ولد 10 سنين يكون عنده كوليسترول أو سكري، يعني في شيء بيزعل. طيب هون وقت الأهل يمكن يلاحظوا أنه عند أهلهم في عند أولادهم في سمنة شوية زيادة، إمتى لازم يتدخلوا؟ بأي عمر هن بيقدروا يسيطروا على أكل ابنهم؟ وشو هو النظام يلي لازم يتبعوه بهي الحالة؟ هلا اغلب الاهالي بدهم انه اولادهم يعملوا دايت اول شهر ينزلوا 5-6 كيلو، ما في شيء هيك. الطفل اذا بينزل كيليين بالشهر بيكون عامل انجاز عظيم، نحن ما بنقدر نعمل كنترول للصغار. اهم شغله انه نحن نحاول نعمل القاعده التبادليه عند الطفل، يعني انا بدل ما ابعت معه تشيبس وشوكولا على المدرسه، بقدر ابعت معه اكلات هو بيستفيد منها، القيمه الغذائيه فيها اكبر، بتساعده بكل شيء. فيني ابعت معه فواكه مجرد، فيني ابعت معه ساندويشة بالبيت احسن ما يشتري بالمدرسة. والعامل الاساسي اللي عم يلعب دور كبير بزيادة الاطفال انه الجهل التغذوي بالمدارس، يعني نحن لازم يعملوا كنترول عنا بالمدارس وما عاد يبيعوا اكلات طيبة ومعجنات، هي كلياتها بتعمل اذى للطفل. يعني لازم يكون في منهج تغذوي بالمدارس، شو هي الاطعمة، يعني بدل ما يبيعوا تشيبس وشوكولا يبيعوا فواكه، يبيعوا اشياء صحيه. اكيد وقت حيشتروا الاولاد وحتحسن طريقه، بس انا لما الطفل انا عم بحرمه من نوع معين، يعني انا حارمه ابني من الشيبس وراح على المدرسه شاف رفيقه عم ياكل شيبس، اكيد حيشتهي وحيروح يشتري طبعا. بس اهم شغله اني انا ما عاد اعطيه مصروف للولد لحتى ما يكون عنده مجال انه يكون عنده خيارات اكثر للاكل، بدي ابعت معه لانش بوكس، ممنوع اي طفل يطلع من بيته بلا تبروير او علبه فيها ساندويشه، فيها نوعين فواكه اقل شيء. بنقدر نبعت معه شيء سناكات بسيطه، مثلا فينا نعمل بدل الشيبس فينا نعمل الخضره المعرضه للحراره، مثل فينا نقول مجففه بنحط شويه بهارات عليها بتطلع مثل الشيبس. حتى الحلو ممكن شيء تمر مع شوفان، بتقدر تعملهم بالبيت، تماما يعني كتير وقت اصلا. مو بس هيك بس هي الفكره انه نحن العقليه تبعنا لسه بعدها مثل يعني ما عم تتطور، انه انا بس بدي سكت ابني بعطيه مصاري ليشتري اكلات. حتى كمان زمان كان اكلنا مختلف، يعني ما كنا ناكل هالكم من الاكل السريع وهالكم من الشيبس والشوكولا، يعني كان في عندنا كنترول. لا من زمان لسه احسن من هذا الوقت، وما كان في هالانواع. لا تنسي يعني هلا نحن الكبار لما بناكل الشيبس بنحبه، فكيف الصغار؟ نكون واقعيين. كمان نور حكيتي عن بعض الاخطاء الشائعه واللي هي عن جد كثير خطيره، مثل انه الاهل بيضلوا بيطعموا اولادهم مثل الشيبس والاكلات الطيبه، قد ايه لسه في اخطاء شائعه يمكن الام بتكون غفلانه عنها شوي، بتفكر انه هي ممكن عم بتسلي الطفل او ترضيه نوعا ما، لكن لها مشاكل كثير خطيره. هلا طبعا نحن لما عفوا صحه صحة. مو كورونا ولا مو كورونا هي على عشت على البرد من عند الصبح. لا تشردقت بنفسي مشان الصدق. عفوا شكلنا غلطنا بحق شيء ام من الامهات.
فينا نقول الكولا او العصائر الصناعيه اللي هي موجوده بالسوق نحن عم نبعتها مع اولادنا، بس نحن ما بنعرف قد ايه فيها قيمه غذائيه خاطئه او ما فيها اي فوائد لطفلنا. فانا بفضل انه نبعت العصائر الطبيعيه الفريش يعني اللي نحن بنعملها، ولكن بكميات كثير قليله، لانه الطفل بضل عم يطلب. يعني انا شوي صح سوري انه انا ابني مثلا بحق له كل يوم كاسه عصير طبيعي، طب هي العصير بتنشرب بسرعه، اذا انا قسمتها على كميات كثير قليله فانا ضمنت انه ابني ما يتجاوز الكميه المسموحه له. يعني انا بجيب يعني قنينه صغيره ببعت فيها العصير، بحيث انه اذا ابني طلب مره ثانيه عصير ارجع احط له نص الكميه المطلوبه. الشغله الثانيه انه انا بقدر اني استعيد عن البسكويت بشيء انا عاملته بالبيت، مثل ما قلنا بسكويت الشوفان، الكوكيز اللي نحن بنحضره بالبيت، او عن طريق الدرع او البطاطا الحلوه بتعوضنا عن هدول الاشياء اللي فيها نشويات عاليه أكيد. ولكن فيها سكريات هي مؤذيه. كمان نور الشيء اللي لمسناه عفوا انه اليوم الطفل ميسان لما بيشوف انه ما قدامه غير هي الشغلات الصحيه اللي هي طاقته ورغبته من السكر، فهو حينجبر ياكل تمر بدل صح. مثلا الاكلات الطيبه صح. المعروفه بالسوق. فكل ام هي وذكائها هي وطريقه تعاملها مع طفلها تفهم شخصيته وتعرف كيف تتقرب منه. قبل هيك ما بعرف شو صار، ولا يهمك نورا. والله مو كورونا، خلص خلص ان شاء الله صحه. يعني هي نحن معلومات اليوم كثير حلوه اخذناها منك نور، وان شاء الله هيك كل ام تكون استفادت منها وقدرت انه تستفاد منا، ونكون كثير حذرين ونكون كثير منتبهين على اولادنا، هدول امانه ولازم يمكن نحن كثير ندير بالنا عليهم. شكرا للمعلومات اللي بدي اقول شغله بس انه دائما الاهل لازم يكونوا قدوه لاولادهم، لانه الطفل لما بشوف اهله عم ياكلوا بطريقه غلط اكيد الطفل حياكل مثلهم. طبعا لما بيكونوا هن عم ياكلوا صح فاكيد حياكل كمان مثلهم بطريقه صح. واهم شيء انه ما نورجيه للطفل انه هو مريض، لازم انه نحاكي الحاله العامه تبع الطفل. يعني اذا الطفل عنا انه عنده حساسيه انه من انه هو عنده وزن زياده وهيك، لازم انه نقول له نحن حابين نغير من طريقه حياتنا، لازم نكون صحيين اكثر، ما لازم نقول له انه انت سمين، لازم يصير نمط غذائي عائلي. قد ايه هذا الحديث بطول نور، وفي كثير تفاصيل اكيد رح نتعرف عليها بحلقات جايه. شكرا لك لكل المعلومات اللي قدمتيها. شكرا لك، ينعاد عليك يا